زيادة مرعبة في إعداد أنواع السلطعون المفترس في إيطاليا، ينقض على كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار ولا يترك شيئاً أمامه، بل إنه يعيث فساداً في أي شباك صيد يقابلها. هنا دق الصيادون ناقوس الخطر في إيطاليا، فتدخلت الحكومة ورصدت مبالغ وصلت ل3 ملايين دولار لمحاربة غزو السلطعون المدمر، إلا أن نتائج التغلب على هذا المفترس لم تكن مبهرة. هنا خطرت فكرة عجيبة، وهي أنه بدلاً من مواجهة هذا الكائن الشرس، دعونا نلتهمه كوجبة شهية، انطلاقاً من سلوك قديم يعود لقرون يعتمد فلسفة مفادها أنه في حال لم تستطع التغلب على السلطعون فلتأكله. لذا نظمت بعض جمعيات الصيد هناك سلسلة من الفعاليات لإضافة السلطعون إلى الأطباق الإيطالية. إيطاليا تعد أكبر منتج للمحار في أوروبا، لكن تقديرات منظمة صناعة الصيد أشارت إلى أن أكثر من 50% من إنتاج المحار في إيطاليا هذا العام قد تضرر بالفعل، والسبب هذا السلطعون المفترس.